السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم بوزيان للطبخ. إذا راكم تشوفوا في القناة لأول مرة ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك اللي راه تحت باللون الأحمر وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، أي حاجة جديدة نديرها توصلكم. نروح مباشرة للوصفة. وقبل ما نبدأ الوصفة تاع اليوم بغيت جبت لكم واحد القناة رائعة تاع الأخ اسمه أمير للطبخ، يقدم وصفات شابة لكن ما عندهش الدعم، بشوية بشوية ويوصل إن شاء الله. بغيت نجبت لكم فيديوهات تاوعه، هكا جبت لكم قليل من الوصفات تاوعه باش تروحوا تدعموه من فضلكم كما راكم داعمينينا. تاني روحوا عنده وقوله في الكومنتات بلي جيتوا من عندي بوزيان للطبخ، من فضلكم كاع اللي يبغوني وكاع اللي عزاز عليهم يروحوا عند الأخ ويدعموه كما أنا راهم داعميني. خلي لكم رابط الوصفة تاعه تحت. بالنسبه للوصفه تاع اليوم غادي نحضروها بهذا الليمون تاع 26000 26000، هادو اللي كامل عندنا في الدار، كامل شراوهم الناس كما تشوفون. بقى عندي خمسة هنايا، حطيت خمسة على حسب افراد العائله. الوصفه اللي غادي نحضروها اليوم انا مخدمها شعمل خطره، موالش نخدمها في الدار، تجي بزاف بزاف بنينه والله العظيم، غير ما يبقى منها والو. هادو هما بغيت نعطيكم نبدأ على هاد الوصفه. نروحو دروك مباشره للوصفه. بالنسبه لهاد الليمون تاع 20000 تقدروا ديروه في هادوك المدورين، تقدروا ديروه في هادوك كاري، يعني كيما نتوما تبغوا. ميم هاد الوصفه تقدروا ديروها في المول كبير هكا، انا من داك رمضان وكا بغيت نديرها في قوالب فرديين وكل واحد ياكل وحده. نروحو دروك مباشره للوصفه وللمقادير. هنا بالنسبه للمقادير تاع الوصفه تاعنا كيما عودتكم مقادير سهله وبسيطه. هنا عندي جبن مبشور، عندي هنا دجاج. هذا الدجاج كي درت له هنايا، الدجاج غليته في الماء، درت له الملح وشويه تاع الحرور، غليته في الماء من طاب ولا زعما طاب ولا ما قعدش خضر، قضبته في التته في خط تاع الدجاج، قرعت له دوك الجلوده والعظومه وكاع، خليت غير اللحم كما تشوفوا، خليت غير اللحم تاعنا. تشوفوا كيفاش درت له، هذه هي الطريقه، غليته في الماء قلت لكم درت له شويه، ديروا له شويه توابل. هنا عندي معلقه كبيره تاع الزبده، وهنا عندي وحده كريم فريش، كريمه طازجه اللي غادي نطيبوا بها هاد المقادير. تبعوني مليح مليح. هنا نجيب هاد القوالب تاعي تاع الزداج، قلت لكم حنا كل واحد يدير على حساب افراد العائله. نجيب هنا جبت خمسه قوالب هادو هكا. دروك غادي نجيب الزبده، نجيب هنا الزبده، نجيب بانسو غادي نطليهم بالزبده باش ما يلصقوش معايا. الزبده ما نكثروش بزاف غير هكا بشوية، ندير هذا الاول، اذا الزوج الزبده نمشوها يعني ما نديروش غير في حبه بزاف باش من بعد ما نعطيناش داك الطوق اللي مشي شباب، فقط باش ما يتلصقليش ديك الكريمه الطازجه هنا في هذا الليمون تاعنا. صراحه هذه الوصفه بزاف بنينه، حنا سيختو في الفطر داري نديروها بزاف في الفطر، نديروها في مول كبير اي زعما ما يبقى منها والو، والله والله العظيم غير تكمل تجي بزاف بنينه. تقدروا ديروها تاني مع بطاطا ولا هذه هي. نزيد نكمل هنا هذه هكا، ندهنهم مليح، نزيد هنا شويه تاع الزبده فقط. نتوما الى عندكم قلت لكم مول كبير ديروا فيه، بصح من داك رمضان في القوالب الفرديين خير، كل واحد ياكل حبه. هنا مور ما كملت كما تشوفوا، كملت كامل هذا الليمون تاعي، درت دهنتهم بالزبده، غادي نستفهم هكا. ودروك نجيب هذه الكريمه الطازجه تخلطوها الاولى شويه بالمغرف خاش تكون ثقيله باش يجي القوام تاعها كاع كيف كيف. هنا جبت هذه القوالب تاعي اللي شفتوني دهنتهم بالزبده، وغادي نفرش هذه الكريمه الطازجه، نفرشها على كامل القوالب تاعنا بهذه الطريقه. انا باقي لي، انا قلت لكم درت خمسة على حسب افراد العائله، تقدروا نتوما ديروا ستة سبعة على حسب نتوما ما تبغوا. اني ست فيها هنا مرة نفرشها كامل في هذا الليمون تاعنا من تحت. ودروك غادي نجيب هذاك الدجاج تاعنا، الدجاج اللي كنا طيبناه في الماء، وبعد درت له غير شويه تاع الملح وشويه تاع الحرور، وما تكثروش الملح باش ما يجيناش مالح هذا الخليط. وفتته ما تفتوش بزاف، يعني تخلو طرافي تاعه شويه كبار، تقرؤوا له غير الجلد والعظم وتخلو طرافي تاعه شويه كبار. وحطيته هنايا في هاد القوالب تاعنا تاع الدجاج نعمرهم كامل. دروك بعد ما استفت فيهم مليح داك الدجاج، دروك تجيبوا جبن مبشور نعمره على كامل الوجه تاع هذا الليمون تاعنا هاكا. نزيد هنا هادو فقط، نعمر كل شيء بالجبن المبشور، يعني ما نخليه حتى خوا، ما نخليش خوا، غادي يجي واحد الطبقات يجي هاكا يتكسر. هنا مور ما تكملوا ديروا كاع هاد الجبن، دروك غادي نجيب ديك الكريمه الطازجه وندير تاني من الفوق، نمشيها هاكا مليح. بعدها هاديك من يدوب داك الفرماج
ويد هاد الكريمه هكا تبدا تسيل معاه، روعه روعه، يجي بزاف بنينه. ندير هادي نعمر، يعني نبقى نعمر بالمغرف الطريقه. انا كمان نعمرهم كاع ونوريلكم، نقول لكم كيفاش تقدروا طيبوهم. هنا مور ما كملت جبت الصينيه تاعي اللي غادي ندخلها للفرن، وجبت هذوك الليمون ستفتهم. الفرن انا راه حامي عندي مسبقا، نشعل عليه من التحت، من نشوفها شويه نشفت ودخلها الطياب من التحت نشعل عليها من الفوق، ونوريهم لكم في طبق التقديم. تبعوا معايا. هنا هوالي الكراتان تاع الدجاج تاعنا راه واجد في صحن التقديم، شوفوا كيفاش يجي. هنا هذاك الجبن تحت يدوب ويولي هكا خفيف، يعني ما تجيش ناشف. هذا الكراتان يجي بزاف بزاف بنين، نتمنى ان شاء الله تجربوه، على بالي غادي يعجبكم ان شاء الله، ويجي شهي شهي. ريحته ريحه تاع الجبن مع ديك الكريم فريش روعه. ودروا كيما عودتكم دائما غادي نصورهم لكم هكا من قدام باش تشوفهم كيفاش جاوا. صراحه والله ذوق رائع رائع، ينتكلوا في دقائق بالخوف يكملوا. خرج ديك الكريمه الطازجه مع الجبن، راكم عارفين الجبن ديجا مع الدجاج يجي شباب، والله يجي رائعين. هذه هي الطبق تاعنا تاع نهار اليوم. دروك غادي نقسم معكم حبه، هنا راهي حاميه بزاف ما نجمتش ما فنرفدها. شوفوا كيفاش يجي قوام تاعها من الداخل، راهي حاميه بزاف بزاف. نتوما من الاحسن تخلوها تبرد، وهنا داك الجبن يبدا يتلاصق، يعني تجي روعه. دروك غادي نجيب سربيته باش نرفدها معكم، درتها في سربيته. هذه هي الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. ولا عجبتكم ما تنسوش ديروا لي جيم تحت في الفيديو، كاين بزاف يشوفوا ما ديروني جيم ني والو. هذه هي، ولا عجبتكم كاش حاجه ولا قولوا لي في الكومونتير، ما عجبتكمش قولوا لي ثاني في الكومونتير. هذه هي، نتقبل الانتقاد وعلى بالي غادي تعجبكم صراحه. هذه هي، دروك معليا غير نقول لكم ان شاء الله الى اللقاء والى وصفات اخرى باذن الله. ونتمنى نتمنى تبارطاجوا الوصفه باش توصل الى اكبر عدد ممكن من الناس، وكامل الناس يشوفوها. سلام، خليكم على الفيديو.